اهلا، وصفة اليوم تسقي او فتت حمص، وحنستخدم قدرة ضغط كلاس برو من اكسترا. امن جدا وسهل الاستخدام، وكمان حيوفر علينا نص الوقت. حنحط الحمص اللي نقعناه قبل بليلة، ونحط فوقه موية، ونختار من القائمة الحبوب او العدس، ونغير الوقت لمدة 35 دقيقة. خلص معانا الحمص واستوى، حنضغط على خيار كيب وورم عشان يضل حار معانا، ونرفع كمية من الحمص ونبرده تماما. بعدين نحطه في محضرة الطعام مع الثوم والليمون، ملح وكمون وطحينة، ونخلط ونضيف التلج بالتدريج وزيت الزيتون. وبكده يكون الحمص جاهز معانا، ممكن نصفيه إذا نبغاه يكون أنعم من هذا القوام. حنضيف ثوم ولبن زبادي وطحينة وكمون ونخلط. وعندنا الخبز، حنحمصه في الفرن أو نقليه، حنحطه في الصينية ونسقيه بالحمص وماية الحمص الحارة والحمص بالطحينة ونخلط. آخر شي نضيف باقي كمية الحمص ونزين بحمص حب، صنوبر، كمون، سمنة حارة ورمان. الوصفة جدا لذيذة ومشبعة، وبالعافية.